نقترب من مسار هذه الزيارة. ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، ضعنا في تفاصيلها. في تفاصيل هذه الزيارة للرئيس البولندي أندريا دودا إلى القاهرة، يعني كانت هناك جملة من الملفات المهمة التي بحثها الرئيسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البولندي. على رأس هذه الملفات بالطبع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على إمدادات الغذاء إلى العالم، وبحث الرئيسان سبل التعاون لتخفيف آثار هذه الأزمة خاصة في مجال إمدادات الغذاء، بالإضافة إلى التأكيد الرئيس البولندي على دعم مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع مصر بشأن تصدير الغاز المصري المسال إلى أوروبا. وطبعا أوروبا تنظر إلى أو تبحث عن بدائل للغاز الروسي في هذه الفترة، خاصة بولندا بعد توقف إمدادات الغاز إليها القادم من روسيا، وبالتالي فهي زيارة مهمة للجانب البولندي كما هي مهمة أيضا للجانب المصري. أيضا أكد الرئيس البولندي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب جلسة المباحثات مع نظيره المصري على دعم بولندا للموقف المصري من أزمة سد النهضة، وتفهم بولندا للموقف المصري وأهمية مياه النيل بالنسبة إلى مصر، وأكد أنه تم التطرق إلى بحث التعاون في مجال التقنيات العلوم المائية تحديدا، كما تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين الجانبين في المجالات الزراعية والرياضية والدبلوماسية. بالطبع هناك ما زال هناك العديد من اللقاءات في جدول أعمال الرئيس البولندي إلى القاهرة. سيعقد لقاء اليوم مع البابا تواضروس بابا الكنيسة المصرية، بالإضافة إلى لقاء آخر غدا مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قبل أن يختتم زيارته عائدا إلى بولندا بعد مرور 3 أيام بالطبع على بدء هذه الزيارة. من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، شكرا لك أحمد.